مرحبا بيك. وبيك عايشك. لاباس؟ الحمد لله. أتمنى روحك. محمد من ريانا. مرحبا. كي نحكيو اليوم على الحوار داخل الأسرة، هل ما زالوا أفراد العائلة يحكيوا ويتناقشوا؟ الحوار ضعيف شوية اليوم في تونس بحكم دخول الانترنت، يعني للعائلة أصبح الحوار معنا قليل وضعيف جدا، معناها كل واحد وتليفونه، كل واحد ليه كما يقولوها في شاطي في ثنية، معناها اللمة متاع العائلة اللي كانت قبل والناس تلم على كانون وكاستي وما فهمتي واحد كما يقولوها وسهرة عائلية، اليوم أصبحت الانترنت هي من تعوض ذلك، فهمت؟ وأنا ضد، أنا جو سوي كونتر الشيء هذا، لأن الحوار في العائلة يلزم العائلة تكون ما العائلة تكون ملمومة مع بعضها، العائلة تكون تحكي مع بعضها، العائلة تناقش مشاغل الدنيا، القراية، العمل، الحياة بصفة عامة يعني. مثلا أنت في عائلتك كيفاش تكون وضعي؟ أنا في عائلتي نفس الحكاية. طيب أنا حد تليفونه؟ أنا نقضي معظم الوقت مثلا نخرج 8:30 الصباح نرجع للدار مثلا 6. المرأة ترجع أول واحد ترجع للمرأة نصف النهار مدي ساعة تروح، بعد الأولاد داخلين خارجين، واحد جاء الآخر خارج معنا بحكم الدراسة، بعد 6 ندخل أنا، 8 يروح الطفل، معناها أوقاتنا متفرقة ما نتلموش معناها في وقت كان وقت الليل، معناها كما نقولوا 8 متاع الليل نتلموا كان على طاولة العشاء 8 متاع الليل. بعد طاولة العشاء؟ بعد طاولة العشاء هذاك يمشي للتليفون، هذاك يتفرج في التلفزة، هذاك عنده ما يقرا، معناها ماناش قاعدين نفس ال ماناش ملمومين كما، معناها كل حد له في حاجة. يعني مشاغل الدنيا هي اللي فرقت العائلة؟ طبعا مشاغل الدنيا والعمل والظروف اللي أصبحت صعبة، الحياة صعبة، المعيشة اللي معناها يلزمك تجري كيما يقولوا تجري باش تاكل سينو ما تخلطش. معناها فهمت الحياة ولات صعيبة لدرجة أنه معناها تفكر في يوم غدوة، احنا معناها ما عادش معناها بتلقى حتى الراحة، الراحة ليت الراحة ما عادش تلقاها، فهمت؟ وماذا بينا احنا إن شاء الله نقولوا ربي يفرج وربي إن شاء الله تنجليها الغمة وإن شاء الله تتسهل الدنيا وتعود الحياة إلى تونس كما كانت إن شاء الله. هل ترى أنه الأولياء اليوم مقصرين؟ الأولياء خروج الأم من الدار هذا أكبر غلطة في تونس. نعطيه كيما قلوها نعطيه الأسباب. الأم إذا خرجت راهو المدخول ضعيف، مصاريف برشا، متطلبات الحياة برشا، لكن باقي ندوروا نرجع نقولوا الأم خروجها من الدار هذا هو عنده نسبة كبيرة بنسبة 80% معناها، فهمت؟ فلذا احنا نقول ان شاء الله تتحسن الاوضاع، ان شاء الله الناس تلقى الخدمه، تتحسن الظروف، حتى معناها نغير كما يقولوها الواقع، نغير شويه من الحاله هذه، انه نحن اليوم في حاله معناها مزريه، في حاله اقتصاديه هشه، في حاله معناها ركود، معناها في كما يقولوها اجري ما الواحد يجري ما يلحق. سلام. شيء تبدل حتى العائلة تركيبتها وطبيعة العائلة طبيعي حالة تو حتى تلقاها مع عائلة قراب لبعضهم وقليل ياسر يطولوا على بعضهم وقليل كاش ثماشي كيما يقولوها ثماش واحد توفى ولا ثماش عرس باركو ما تلقاش مثلا هذا نهار السبت واحد يزور واحد ولا أو ثماش يكون مريض في سبيطار هذا هو علاش يتلموا سينو ما ثماش مقطوعة الاتصالات ما أنا مقطوعة فهمت نرجو نحكيو على الحوار والنقاشات داخل الأسرة، بعض الأبناء يقول لك ما سمعني حتى حد لا بابا لا أمي لا. لا صغيرك لازم تسمع، إذا شكالك صغيرك لازم تسمع تتفاهمه، تشوف شنو اللي عنده اللي كالي هو معناها ينجم يكون عنده دي بروبليم في المكتب نتاعو. ينجم اللي يخدم يكون عنده مشكل في العمل نتاعو، ينجم حتى معناها تبدا مشاكل معناها نتاع اصدقاء نتاع في الحومه في كذا، مع يلزم تسمعه، يلزمك تتسلط صغيرك وتسمعه وتتفهم مشاكله ويلزم تعاونه باش يحل مشاكله. هل ترى انه البو مقصر؟
البو بحكم العمل مقصر. البو قلت لك يخرج الصباح يرجع الليل. ناخذ الكام تاعي يعني انا مثلا. ديما اللوم على الام اكثر. لا هي التقاسم يلزم تقاسم الادوار في العائله. يلزم البو يقسموا الادوار، البو والام يقسموا الادوار. لانه البو يخرج الصباح يرجع في الليل. الام بحكم هي تكون متواجده حتى نصف النهار في الدار. يلزم الام هي تتحمل مسؤوليه التربيه والنظافه والقرايه وكل تحملهم. الراجل عليه خدمه البر، عليه معناها كل ما معناها المستلزمات اللي تجي من برا يتحملها هو. اما الدار تحملها المراه، يلزم كذلك يوفر، الراجل يلزم يوفر لها باش معناها تلقى روحها، هي تلقى السبيل باش تتصرف، مش معناها يخليها محتاجه ويخليها ناقصه وكذا، ويحبها تتصرف ويحبها تقرر ويحبها تربي ينسي سويت. فما اباء يحبوا يتخلصوا من مسؤوليتهم تجاه عائلاتهم. ما تنجمش واحد يعني خشمه من وجهه، ما تنجمش صغارك. شكون مثلا تجينا تجي امراه تشكي تقول لكم ماهوش يصرف، ما هو لكن يبدا معناه يخدم ولا باس. ماهوش يصرف اولا تلقاه معناها الدار ماهيش مهيئه باش حتى يقعد في داره. اثنين ما توفرلوش الراحة، ديما تقنقين وديما كذا، هذاك زاد عنده مشكل كبير في العائلة. البول لقاه الدار فيها تقنقين وحس صغار والتلفزة و و و يهرب يخرج. ما يصرفش ما ينجمش يتملص من المستلزمات تاع ولاده ومعناها مسؤولية تاع ولاده ومرته، حتى مرته ما ينجمش يتملص منها. هذا أنت مصح في عقد زواج وتتكفل معناها بالأكل والشرب واللبس والسكن و و و، ما تجيش غدوة تقول لا لا ما عنديش. وزيد من الحاجة المشكلة الكبيرة يبدأوا يكذبوا على بعضهم من الأول في الخطبة، أنا عندي أنا نخدم أنا كذا. أنا في الأخر بعد العرس بعد صغير الأولاني تظهر العيوب، تظهر الانشقاقات، تظهر معناها المشاكل، وبداية بالعدل المنافد وأنت ماشي حتى لآخر محكمة معناها. نقص الحوار داخل الأسرة عنده تأثير على الصغار وعلى طبعا صغارك هم ينساقوا للطريق الغالط. صغارك يلزم تشركهم في الحوار، هو حب ذا يكون الحوار في العائلة موجود عليه. الحوار هذاك حتى تعطيهم اكسبيريونس صغارك، تعطيهم كيما يقولوا باش يحملوهم مسؤولية غدوة. حتى غدوة الحي يلقى كيش يتصرف مع البنت ولا الطفل ولا الولد، يلقى كيش يتصرف مع عائلته غدوة بالك الاكسبيريونس هذيك، يلقى كيش يتصرف. هذا يلقى ابوه يشرب ويتكيف، مش يطلع يشرب ويتكيف. الام مش تلقى الطفلة تلقى بنتها مثلا امها ما تهتمش بالدار وما تطيبش ما تغسلش ما تعملش، كذلك مش تتبع خط امها. فالحوار معناها لازم ويكون الحوار ايجابي في العائله وعنده معناها مردود ايجابي على العائله ككل. خلي لك كلمه الختام، شنو تنصح العائله التونسيه؟ والله انا العائله التونسيه والحاجه يلزمنا نحافظوا على تربيه الصغار من السن الصغير واحنا ماشيين، مش بيخليه بعد ما يكبر ها ويقول لك والله ما نجمتوش ولا والله ما عادش نجم. راهو الصغير اذا فات الصغر وما نجمتوش راك تخسر صغيرك، راك العائله كامله تمشي في خبر كان. شكرا.